الهدف الأول في بطولة الدوري اليوم للهلال، ومن يسجل أيضا البطولة أو الهدف الأول في البطولة لفريق ثقافي طول كرم. انطلقت الحديث عن ودي خروب كرم عوض وأيضا اللاعب نمر واصف، لذا 4-5-1 الفريقين اليوم. زحمة في وسط الميدان لكن اختراق يا ولد يمين، يلعب الباص خالد سالم خطير ولكن رمزي يا ولد رمزي اليوم يلعب على مستوى الظهير الأيمن بعد غياب طويل في الموسم الماضي عن التشكيلة الأساسية، وخالد سالم ينفرد خطيرة خطيرة. أوهو يا ساتر بين مباني واللعبة تعود العنابي 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 خطيرة، وابو شنب يا ابو شنب يا ابو شنب يحاول في اللعبة الماضية والتسديد ولكن بعاد من دفاع، تعود الآن لثقافة طول كرم. ردة الفعل العنابية العرضية والركلة الركنية وبداية حلوة. محمد عبيد يعوض تقريبا مراد اسماعيل، ومحمد يمين بيرجع بيلعب في الوسط، عشان هيك اليوم ثلاث تغييرات على اللقاء الاول ولعب. اوهو يا ساتر عن خط المرمى بيطيرون سابقا. شوف اللعبه الماضيه رايحه في المرمى، ولكن يا سلام يا وسيم، وسيم عقاب يتابع، وسيم عقاب بيخلص، وعلى طريقه لعبه كره المضرب اللعبه او في يعني ادق التفاصيل وادق الاماكن، لان رمز الفاخوري وسيم عقاب قرروا ان يخرجوا في اخر الثواني، لكن الهلال ان استمر بنفس الطريقه سيسجل ركله ركنيه عاد كثير على رمزي، ويا اما بيقرب كثير على رمزي الفاخوري. لعبه عاليه تعود من جديد محمد درويش وركله حره غير مباشره، لكن لا والله لا والله لا والله لعبت الكره أمامية مرتدة للعنابي للعنابي، انطلاقة مرتدة أمامية أمامية نمر واصف والعرضية لمين يا كابتن؟ لمين يا كابتن؟ لكن لسه أبو شناب الله جول 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 جول، أحلى أحلى لقطات المباراة وأحلى ربما لقطات الملعب ملعب الشهيد جمال غانم. بطاقة الآن صفراء، لكن شوف عبد الكريم أبو شنب بعيني لا بصابة على كل الحراس على رامي لأنه أسرع لاعب من جانب الثقافي وأمهر لاعب، ولعبة عالية وأمامية ولكن أيضا سهلة لرمز الفاخوري. سبحان الله نعم الهدف اللي سجله ثقافي طول كرم كان بسبب أساسي لأدوار اللاعب أيضا نمر واصف. الآن عدي خروب، عدي يقدم مباراة كبيرة، عدي ينطلق أوه خطأ كبير ولعبة الله الله كبر اخر مره لعبه فيها للثقافي ثم لعبه طبعا للشباب الكبير وانتقل بعدها للهلال وخالد سالم، لكن بعيده لم يسبق لاي فريق فلسطيني ان احتفظ باللقب في موسمين متتاليين. ورمز الفاخوري راسيه من محمد يمين، ولكن ايضا نادت في شد وفي جذب داخل منطقه الجزاء هذه الراسيه، بعدها رمزي باطراف اصابعه الافضليه من ناحية الامتلاك الكرة فقط، وإنما الأهداف واللعبة فيها خطأ فيها خطأ. ومهما لعب لفرق هنا في فلسطين في كل مرة تشعر وكأنه يلعب مع نادي الأمة. الآن أرضية عالية ولكن بعد عودة لعدي لا 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 لا، لكن عالية 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 من اللاعب عدي دباغ إلى ركلة ركنية الآن هلالية. نعم اللاعب ركنية للهلال تلعب عالية والرأسية، ولكن رمز الفاخوري رمزي الفاخوري يقدم مباراة بطولية اليوم، يشارك في كل أيضا اللعبات ويبعد شوف أمام ثلاث لاعبين من جانب الهلال، يلتقي أهل الكليل وأيضا شباب الظاهرية في مباراة تقام على استاد الخضر الدولي، نقلت اضطراريا اللعبة على استاد الخضر، ومباراة أيضا ما بين ترجي وضنيس والشباب الخضر الديربي التلحمي. والآن درويش درويش يا الله لقاء بلاطة وجبل مكبر سيكون ختام مباريات الجولة الثانية من دوري الوطني موبايل للمحترفين، ولعبة عالية وراسية خطرة 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 طول كرم فقط، وإنما هذه الكرة الفلسطينية بالعموم أبو خاطر وأيضا الصباح والقطو والشهيد الكبير طبعا دائما وأسماء أخرى كثيرة، والعرضية حذاري خطرة يا ساتر ضية من عبيد راسية من تامر في المرة الأولى أبو ناهي في المرة الثانية، ولكن مرة لا يعقل أن تلعب مباراة كاملة حاليا يعني حاليا أقول بنفس الأسلوب ونفس الطريقة، والقائم القائم ما ضربت القائم حاليا هذه الراسية من عدي، والقائم الارتباط الذات في هذه المباراة
هو وعديد الباك واسماء الهلال الصغير دائما التي ظهرت في المواسم الأخيرة. واللعبة الآن لتامر الصيام، مورد المراوغة يا ولد على التسديد، لا سهلة جدا من جانب اللاعب تامر الصيام. نمر واصف انطلاق كذا للعنابي، العنابي يحتاج الأهلي مثل هاي اللعبات، يحتاج مثل هذه الانطلاقات، وأمامي خطيرة ولك البطولة. نمر واصف، نمر يمكن افضل لاعبي المباراة اليوم من جانب العنابي. نعم نمر واصف يا ولد، نمر يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، تسديدة هي، لا 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 لا، ستكون يعني اخبار سيئة جدا للفريق الهلالي يضايف اليها، ولكن اوه امامي الان تلعب لعدي كروب يا ولد، عدي يا ولد، عدي وركلة، لا 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 لا، الكرة فيها ركلة مرمى، بنشوفها في الإعادة، بنشوفها في الإعادة. اللعبة 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 الماضية كثر آخرين للرياضة اللي هي الفلسطينية. الآن لعبة لتامر الصيام، يلعب الكرة لا بجانب المرمى، الثمانينات والثمانينات وغيرها كانت يعني قد اكتملت. نتحدث اليوم عن، لكن خلينا الآن مع محمد يمين، انطلاقة أمامية هلالية عند مراد إسماعيل، مراد ينطلق للهلال، مراد يعطي الكرة لعدي دباك، خطير العرضية، أربع خمس لاعبين. الكرة الفلسطينية والثقافي دائما يعني إن لم يسجل النتائج فإنه يسجل الأداء، صعب أن تجد الثقافي يعني يخسر الحاجتين اللي هو الأداء والنتيجة، ولكن اللعبة للأمام خطيرة، هي لا هي لا يا محمد يامين، خمسة لاعبين ستة لاعبين تقريبا كانوا في المناطق اللي هي الهجومية للهلال والدفاعية للعنابي، يعني إلا أن يلعب دور الكبار بين الكبار بالشخصية الكبيرة، لكن عودة الآن هلالية خطيرة 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 أمامية، مراد مراد مراد، ورمز الفاخوري رمز الفاخوري يتحصل على مخالفة، ركلة حرة عند المدافع الكبير دائما محمد أبو خميس، يلعب الكرة، يا الله يا الله، لعبت بصورة جميلة للغاية، والآن مرتدة ولمسة يد على أسامة صباح. فلسطين الرياضية ركلة حرة الآن هلالية تلعب من أبو خميس، ورمز الفاخوري رمز الفاخوري، عودة الآن واللحظات الأخيرة، أبو خميس ينطلق للأمام، يلعب الباص ولكن تبعد من وسيم عقاب، بيخلصها وبيبعدها للأمام وخلاص، يبدو نعم يزيد أبو أرقوب يطلق صافرته معلنا عن نهاية المباراة بانتصار عنابي مميز ومستحق ومهم للغاية أمام هلال القدس في ثاني جولات المحترفين، في رسالة شديدة اللهجة لكل الفرق المنافسة، العنابي يلعب بكل الأسماء وأيا كانت أسماء العنابي وقيمة لاعبي المادية أو الخبراتية، العنابي يظل العنابي والثقافي يظل الثقافي، يلعب باسمه الكبير وبتاريخه العظيم، وبالتالي يتفوق وينتصر على ملعبه أمام بطل الدوري السابق وأمام حامل اللقب هلال القدس 1-0. إذا نتيجة المباراة مشاهدينا الأعزاء متابعينا عبر قناة فلسطين الرياضية، هدف سجله اللاعب عبد الكريم أبو شنب مع ذكر 21 من عمر المباراة، دائما مبروك لثقافي طول كرم هذا الانتصار، لا شك يعني مباراة كبيرة قدمها خاصة دفاع الفريق وحارس مرمى رمز الفاخوري، وبالمقابل هاردك للهلال الذي بذل كثير من الجهد أرضية الميدان ووصل كثيرا لمرمى الثقافي ولكنه لم يسجل الأهداف، لذا هاردك للهلال مبروك لثقافي نهاية المباراة.